اخوتي المغاربه، تحيه لباليه الى جميع الاحرار. في الحقيقه اليوم في بلاصه غنمشي ندير فيديو مهم، نجبد فيه شي ملف من الملفات يعني اللي كتعرفوا. احنا دابا غادي نعاودوا نضطروا نجاوبوا المهداوي على المهداويات ديالو، لان كاين الفيزازيات اللي ولاو دابا عندنا المهداويات. و يعني بالنسبه لي انا يا رب حالي الا قلتي غادي نضيعوا القرطاس في موكا، فهمتيني؟ طايره موكا فهمتيني، ومع العلم ان موكا يعني غنضيعوا على القرطاسة على والو، هي غادي لا نديرها في كوكوط مينوت لا غادي حتى شي حاجه، لا نديرها في فرع لا حتى شي حاجه. دونك المهداوي كتقول حنا اللي كنحاربوك، حنا اللي ما كنحاربوكش المهداوي، حنا كل ما في ذلك يعني في ذاك الفيديو اللي هضرت عليك هو رخص يعني، هو يعني سياسيا راه ما يمكنش عاش الشعب وعاش الملك سياسيا. مادام انت كتهضر في السياسه انا ما عرفتش واش انت كتهضر عاطفي ولا سياسي، ولا عاطفي سياسي ديني كل مره كتخرج من ديك التخريجات ديالك، فهمتيني؟ حنا راه ما ديرهاش بينا المهداوي، حنا كنا صريحين معاك، قول لي عندنا حنا كنقولوا في الوجه ما كنخبعوش، ما كنبقاوش تخبعوا داك لا الملك مزيان والاخرين اللي دايرين به وديك الهضره الخاويه. دونك اللي كان في ذاك الفيديو هو يعني راه الملك سياسيا، فراه ما يمكنش شعار جمهوري وشعار ملكي، ما يمكنش تكون انا مع عاش الملك وعاش الشعب، يعني هذه راه تناقض كبير سياسيا. اما اذا كنت كتهضر عاطفي او انساني بين قوسين، اوكي انت بغيتي الملك يعيش وبغيتي الجمهور يعيش وبغيتي كل شيء يعيش، واخا غناخذوك من هذا الجانب صافي. حيت قلنا لك انك تحدد الموقف ديالك وحط راسك، بينما كنتفاجئ انك تهاجموننا قاسم المهداوي، وليتي يعني تحولتي يعني باش تعرف راسك راه داك الشيء يعني اوتوماتيكمون صرفتي كرد الفعل ديالك هو التهجم على الجمهوريين ونعتيهم كاع بالفيصاليين، مع العلم انت محاوج كاع قاري الارضيه التاسيسيه ديال حركه الجمهوريه المغاربه نزيدها في الراس، لان هي حركه اللي هي معترف بها دوليا وقانونيه مسجله يعني فهمتي. دونك وكون مشيتي تقرا الارضيه التاسيسيه ديالها غادي تفهم بانهم هما ضد الانفصال وضد يعني هذه المساله هذه سميتها. كتبقى تهضر على الحموشي والبوليس والحموشي كيدير شي حاجه من راسه، هي كلها اوامر من عند الملك. السي محمد واش ما عرفتش بان كاين مجلس امني في المغرب يترأسه الملك؟ شويه كدوز الوزراء حتى هما، الوزراء حتى هما راه عندهم مجلس وزاري يترأسه حتى هو الملك. ما فهمتش هذه المساله واش وكتبت تغلط في الناس. راه كنت قلت لك ذاك النهار راه ما كاين ما خطر من هذا الخطاب المسموم ديالك المهداوي. ودابا كنشكرك اللي زدتي بينتي، يعني حنايا راه رفضنا عليك شويه الغبره، الساعه انت مشيتي بعيد وحطيتي راسك في واحد الموقف وزدتي بينتي راسك يعني حتى الناس يعني شنو هو المهداوي. وخلينا ديك الهضره ديال لا حيت هو في المغرب ما يقدش، شتي لو كنت في المغرب المهداوي ما تقدش تقول شي حوايج اللي كيقولوهم الجمهوريين على برا، غادي يكون مكسب بالنسبه لك. يعني واحد الحاجه انت ما تقدش تقولها في المغرب وقالوا واحد اخرين غادي يكون مكسب لو كانت فعلا النيه صالحه، ولكن مادام ان هناك النيه ماشي يعني صافيه راك بديتي كتهجم على الجمهوريين سميتو نفس الشكل يعني الوزارات وفهمتيني، وزيد عليها حتى الوالي تحمل المسؤوليه لوزاره الداخليه والوالي، هاد الناس كلهم راه كيتلقاو اوامر من عند الملكيه. اسي المهداوي انت مع من باغي يضحك علينا حنا في 2017 ولا كيفاش؟ زيد اسيدي اوكي رديتينا حنا ما نعرفش نطالب بقتل الملك، حنا عمرنا ما طلبنا بقتل الملك. الا كاين شي جمهوري كيقول شي هضره اللي ماشي هي هذيك ما تحسبوش علينا، نحن كحركة الجمهورية المغاربة نطالب بمحاسبة الملك، فهمتيني؟ محاسبة الملك بمعنى بما تحمله الكلمة، فهمتيني؟ وما يمكنش لينا نحاسبوا الملك، لأن أنت كتقول أنك أنت تحاسب الملك بفمك، واش المحاسبة كتكون بالفم؟ المهداوي، محاسبة فين هو الفصل الحقيقي للاستورات؟ فين هو القضاء النزيه باش غادي يحاسب لك الملك؟ يحاسب لك الدولة ويحاسب لك المسؤولين الكبار؟ ما عندكش قضاء نزيه، ما عندكش. ياك فين هي السلطة التشريعية؟ ها نزيهة مستقلة اللي غادا تخرج قوانين لي 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 والسلطة كلها عند الملك، أنت تقول لي أنا باغي تحاسب شنو باغي تحاسب بلا بلا الهضرة الحماقة زعما بالله إلا إلا زعما
شنو اخر الداخليه والصفريوي اياه هي الداخليه قالت للصفريوي سيروا وكون قالت لكم قال لهم الملك سيروا جيبوه لي كون جابوه لي ولكن هو قال لهم صافي قولوا لي سير فحالك فهمتيني وهذا الشيء ما كتهضرش عليه كتحمل المسؤوليه الداخليه والداخليه ما كتلقاش اوامر ديالها من عند الملك والقضاة والحشيش من يعير القضاة احرا واجي مازال فيديو ديال الحشيش وغنحطوا لكم لي دوكيومونطير يعني واش هذا الحشيش كيتغز راه الاف الهكتارات بما في ذلك وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه عندها حتى هي اراضي ديالها مالكم كتهضر على هذا الشيء المهداوي الحوار الديني ديما الحوار الديني كما قال عمر اياه اذا عثرت بخله في 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 في, في بغداد ولا ما نعرف عمر غيحاسبوا عليها بعدا زدت واحد القضيه المغاربه شتي ان اي واحد كيبدا يلعب داك الحوار الديني كان كلاسي هذه راه السياسه المهداوي راه ما فيهاش الحوار الديني خلي عليك الدين فهمتي خلي الدين للمواليد فهمتيني وفي المكان اللي محترم وجيت تهضر معنا فيما هو سياسه سي محمد من الهضره ديال والو الاحكام ها انت شفتي 38 عام هي توزعت على ما على هذا سميتو عاد مازال جايين احكام اخرى واش هذه الاحكام هي كتصدر باسم صاحب الجلاله باسم الملك تصدر الاحكام والملك فينا هو هذا الملك كيفاش واحد كتصدر الاحكام باسمه والناس كتمشي للسجون وهو ما كاينش في هذا العالم هو كيتسارع هو في كايو هو مشى لهنا هو مشى لافلوريد هو مشى شرى مرتو قصر بسميتو ب4 ديال المليار ها هو ما عارفين ما كاينش ولا ما شنو غضبان ملكي الملك غضبان اي الملك غضبان حيت بغى يقول بنا وكيكذب علينا وحنا عقنا به ومني فرشنا غضبان هادي دولة هادي ما فهمتش انا التخربيق على هاد الله ديال سميتو سميتو شنو اخر جمهوريين انفصاليين رديتينا انفصاليين هادي زوينة هادي جديدة هادي دار المهداوي يحاسب الملك بغيتي تحاسب حتى الملك بالبلا بلا ها كيشي محاسبة بلا 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 تو صعب بلا هضرة صافي لا حنا بغينا الملك عاش الملك يبقى الملك وعاش الشعب اياه ولكن هادوك اللي دايرين به انا كدير لينا نفس الفيلم ديال مول السلاطة حنا دزنا من مول السلاطة للمهداوية حتى هي ولكن راه مزيان مزيان كتزيد تبين يعني المواقف ديالك فهمتيني باش ما يبقاوش دايخين فيك دوك اللي كيقول الا راه هو في المغرب ولا ما في المغرب ايوا كملتيها بجملتيها قلتي لنا اللي خرج على برا ما خصوش يدوي دابا هنا انا غادي نفهم انا واحد القضيه دابا حنا ملي كنا في المغرب وكنبيو كيقول لك شنو اللي ما عجبو حال خويا هاد البلاد كنخمو البلاد كنبطرو على بلاد اخرى كنجيو لبلاد الناس ملي كننتقدو المغرب يقول لك اللي بغا يدوي يدخل المغرب انا ما بقيت عارف فاهم حتى شنو واش ندخلو ولا نخرجو لان شي كيقول لنا دخل المغرب ودوي شي كيقول لنا خرج من المغرب يعني ها انت بديتي انا مهداوي وليتي مخزني دابا كتزيد تبدل لي شي حوايج اللي ما انا عمرني ما مشيت بعيد ولا بغيت نفكر ان ولا نحطك في ديك في المكان ولكن ها انت دابا انت بديتي كتحط راسك يعني نفس المنطق المخزن هكذا يعني اجي ندخل المغرب ودوي ولا خرجتي ما خاصكش تدوي اجي نقول لك واحد القضيه بعدا المهداوي الحوت اللي كيتباع ب7 دريال ياك فين سقتي ليه فين عمرك سقتي ليه الخبار كون مال الجمهوريين هما اللي جبدوه وحطوه هذيك الحقائق كل اللي كدور دابا في الناب شكون اللي جبدها ماشي الجمهوريين الذهب اللي وليتي كتسول عليه حتى لهنا لهنا شكون اللي جبدو ليكم ماشي الجمهوريين بالادله والحجج ها وكتظن بان انا ولا جمهوري في المغرب غادي يكون غادي يخليوه ها وراك شفتي ادريس المقاومه خرجوا حمق يعني انت كتقول لنا اجي وتجلس على القرايه واجي وكذا وكذا هنا لو كنت فعلا كنت يعني كنت ما قادش تقول داك الشيء اللي كيقولوا الجمهوريين وانك راك في المغرب وداك الشيء علاش كتقول عاش الملك كان غادي يكون مكسب ليك الجمهوريين انه الخارج يهضروا لان غادي يقولوا داك الشيء اللي كنت تقول انت ولكن دابا ولاو كيدارونجيوك علاش لان شنو هي الخطه اللي درتي انت يا السي المهداوي يعني وكيتحرك بنادم راه حمار حتى لهاد الدرجه راه يمكن لك تضحك على ذوك البساطه اللي ما فاهمين والو ولكن الجمهوريه ما غاديش تضحك عليهم دير في بالك هذه المساله لان دابا دغيا مشيتي قفزتو على حراك الريف وخفتو ان حراك الريف يدخلوا ليه الجمهوري وراه كاين راه فيه كل الجمهوريين هذاك حراك الريف شتي المغرب انت اللي كتقول لهم راه كاين واحد الفئه قليله الانفصاليه عندك شي احصائيات درتي شي استطلاع الراي المهداوي باش عرفتي المغاربه جمهوريين ولا ملكيين اللي كتحقق لهم لا راه كلهم ملكيين هنا هنا هنا
اللي دوا كتخشي فرقه كيخشيو يغبروه، اللي دوا كيمشيو يفربكو ليه ملف ويصيفطوه، اللي دوا كيمشيو يدخلوا الحبس بعقلو خرج مسطي. هي وتجي تقول لي انت ان المغرب راهم يعني ملكيين حبا في الملك كونسا، هذا راه الحماق يعني. دونك ما عرفتش انايا واش هاد الشيء سا تو ديرونجي، واش شنو اللي كيدارونجي في الحقيقه؟ هو المشروع الجمهوري، هو سد الباب على ديك الملكيه البرلمانيه. وانا غنرجع لك ليها باش انا عمرك ما شفتك طالب بانوريك حتى خريطه الطريق كيفاش الا بغيتي ملكيه برلمانيه. شوف تبقى تضحك على عباد الله في ذاك الكلام، يعني الكلام من اجل الكلام كوم سا بدون حتى شي نتيجه وبدون شي حاجه اللي على ارض الواقع. لان خص الكلام يكون مصحوب دائما باعمال اللي على ارض الواقع. مادام انت قلتي في المغرب وانت يا اوكي راه نبيلة منيبر ملي كطلع في التلفزيون راه كتنتقد حتى هي وسميتو، ولكن انا احترم على الاقل ما كتقولش عاش الملك، فهمتيني؟ بينما انت عياش وتسب في العياش اخوتك، انت اخطر من داك العياش اللي كيجي يسبني ويقول لي دير امك دير باك ودير ديك الهضره، لان انت تغلط الناس. لان بغيتو تستوليو على الحراك، وفعلا داكشي اللي درتو اول ما داو الزفزافي مشيتي كدير واحد الفيديو زعما في دار الزفزافي انت وليتي باغي تنيغوسي، يعني وليتي باغي تدخل في المفاوضات، يعني مفاوضات ما بين الناس ديال الريف والدوله. انت شوف هادشي كله كيبين يعني النوايا ديالكم. حنا نهار الاول ما دويناش فيكم شي حاجه اللي هي ما نوينا والو، ولكن غير نفضنا عليك شويه ديال الغبار ديال الغبار، وشويه بدا كيبان لينا بزاف ديال الحوايج، وليتي انت كتحط راسك في مواقف اللي هي مزيان مزيان. انا حييك مزيان على هاد الصراحه. يعني شنو عاوتاني كتقارن راسك بملكيه اسبانيا؟ اجاب انا نقول لك تراسي اجاب طز الحمد لله، اجاب ملكيه اسبانيا لملكيه المغرب، اجاب ملكيه فيها الملك يسود ولا يحكم، الميزانيه ديالها 5% من ميزانيه اللي كيخسر هذا الملك، مع ملكيه فيها الملك يحكم ويسود وشد جميع السلطات وزيد حتى السلطه الدينيه وشد 80% من الاقتصاد المغربي. وانت باغي تخلي يعني كتقول لهم لا 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 هذا الملك راه مزيان خاصو يبقى يعيش هو ونعيشو حنا، يعني انت تريد تحسين شروط العبوديه وخفتوا ان الامور تطور وتمشي الى انفلات امني ولا اللي ما غيبقاش شد يعني متحكم فيه الدوله. لان دابا شنو راكم لاعبين فيها؟ راه انتوما هما هذيك ديال المناصرين، ماشي المناضلين، كاين المناضلين والمناصرين اللي لاعبين فيها انهم راكين عضلو وانهم يريدون محاربه الفساد، ولكن مايمكنش لينا نحاربوا الفساد وحنا عندنا الملك عنده جميع السلطات. ايوا ما كاين ما تضحكش على عباد الله بساكن لقيتي البسطاء ما فاهمينش وما عندهمش واحد الثقافه سياسيه وثقافه ثوريه وتبدا تطلق عليهم ديك السلوكيه كاع ساتعض في هاد رمضان هذا، راه خصك تدي لها قلبه طويله لان راه هادشي راه بزاف كاع. المهم قلت لي الملك عنده نيه حسنه، لو كانت عند الملك نيه حسنه في 2011 ملي خرج الشعب المغربي يتمش الالتفاف على المطالب الشعبيه وما يديرش لينا دستور، هذا الدستور ديال 2011 اللي خدا جميع السلطات وزادك حتى الفصل 52 ان خطاب محمد السادس لا يمكن ان يكون محور نقاش لا في كلا الغرفتين ولا في تشي بلاصه، وكانه منزل من السماء ولا قران هذا دابا صافي ولا اكثر من القران، لان مازال القران الناس راه كتناقشوا وكتختلف في المفاهيم وكتكون يعني الا ما خطاب محمد السادس لا يمكن ان يكون محور نقاش. وانت قاري الدستور هذه المسائل كتعرفها، ولكن يعني تتلاعب يعني بعقول الناس البسطاء مساكن اللي ما فاهمين حتى شي حاجه. اشنا هذه المخزن يشجع الجمهوريين، هذه هي النظريه انا هذه اللي بغيت نفهمها، هذه واعره هذه. يعني دابا حنا راح شمتي تقول لهم راه واقيلا الجمهوريين راه ملكيين راهم ولاد المخزن، انا ما اقول نيشان لان المخزن يشجع الجمهوريين هي باش يسقطوا ياك، علاش؟ لان هناك المهداوي اللي اش كيدير كيناضل باش من اجل ملكيه برلمانيه، اذا المخزن غادي يشجع الجمهوريين اللي كيقولوا اسقاط النظام باش يضربوا ملكيه برلمانيه.
وانت المهدي واش الصيام صايم اخويا دار لك الصيام هذه الحاله ولا كيفاش ولا كتستعمل شي تخربيقه شي ما نعرف والله هذه راه هذه راه تضحك فهمتيني تضحك ما تقولهاش شر راسك لان راسك غيضحك على راسك هذه فهمتي تقول لهم ان الجمهوريين منعوطين الشياط في المخزن اللي عمرو ما نعط الجمهوريين حطوا يديهم على ملفات وعلى قضايا حساسه ما تقدش تدوي حتى في 10% منها السي المهداوي دوينا على السجون السريه باقيه يلا دوينا على الحوت 780 نوع الحوت راه الفيديو كتخرج غادي اكثر من عامين زياده بروتوكول يمسيني المغرب مع الاتحاد الاوروبي ياك هادي اكثر من عامين زياده وانا حاط لكم 780 نوع ديال الحوت كيتباع ب 7 دريال الكيلو باش كيبيعوا المغرب 7 دريال الكيلو يعني طون 1000 كيلو كيتباع ب 7000 ريال راه كاين الفيديو رجعوا ليه دوينا انت على هادشي السي مؤسسات وشكون كيسيني هاد الاتفاقيات هادشي اللي عرفتي كيطرا بين الملك حتى هو وهاد الملك هو دابا انت كتبت لينا بان هاد الملك هو راه ما رايتش في الحقيقه فهمتيني لان الا كانت كاع هاد الفوضى كطرا باسمه وهو راه كاين وساكت ما كيدير حتى شي حاجه وحتى ملف من الفساد حنا عمرنا ما حاربناك انت حنا بالعكس شتي دوك الملفات ديال الفساد اللي كتجلب هو مكسب لنا وكنحييك عليه وي ولكن راه المسؤول على هذا الشيء كامل هو الملك بحكم انه الملك ورئيس مجلس اعلى للقضاء الملك عنده السلطه التنفيذيه الا بغى ينفذ راه تليفون يقلب المغرب كامل الملك عنده السلطه التشريعيه يعني خرج قوانين اللي بغى كيف بغى عنده السلطة الدينية، السلطة العسكرية، السلطة الأمنية، رئيس المجلس الأمني، رئيس المجلس الوزاري ها؟ وهادشي كله أنت اللي كتشكى منه فيه الفساد و و و وأنت ما كتقيش الرئيس اللي يعني الأول اللي بيدي السلطة ياك كيبانو لك الجمهوريين حطيتيهم في نفس الخانة ديال البوطاجية ودابا أنت هو رديتي راسك أنت هو شي كفارة اللي غادي تحل مشاكل ديال المغرب فهمتيني اي الفساد وهذه هي غنخليو الملك والملك غادي يجيبوه لينا هي غنجيبو الملك لينا وغنقولو الاخرين سيروا زعما شوف انا نقول لك من هنا شوف راه الا مشينا تدخلنا في حرب اهليه فهمتيني راه الملك هو اللي ولا غنحطو في الوسط ديرها في بالك فهمتيني سافري كو المسؤولين راهم يتحملون واحد القسم من المسؤوليه لان تاهما شافرين و كلهم ابتداء من الحكومة وهادشي كنقولوه ماشي غير كنقولوه اليوم ياك ولكن الضربة الكبيرة الشفرة الكبيرة هي ديال محمد السادس شي آخر حاجة آخر حاجة الدهب اللي كتسول عليه أو المهداوي أربعة ديال الأطنان اللي خرجت في هذاك التقرير اللي خرجت هذيك الشركة اللي مكلفة بالبحث عن الذهب المسروق والذهب واش فعلا ديكلاري ولا ما ديكلاري ياك أربعة طن هذه هي اللي بانت الاخرى واربعة طون الا درنا ليها ضربناها غير في يعني في 1290 نقول 1300 اورو اللي هي مليون و 300 الف فرانك الاونس 100 غرام ديال الذهب راها خارجه في اكثر من 52 مليون ديال الاورو هادي واخذها الملك هاي بحاجه دليل فهمتيني لان مناجم ديال الملك والعائله الملكيه صافي ها هما الضربات الصحاح فهمتيني اما داكشي اللي كيديو هذوك الاخرين اللي كتهضر عليهم واللي منوض داير قيام عليها هذوك راه ما كيديو حتى 5% من ما عليه حتى ما كيديو كنقول لك ما كيديوش ما كيديو حتى 5% من داكشي اللي كيدي الملك ولا ميم با 2% من داكشي اللي كيدي الملك بوحده في من تهريب الاموال وتسيطره وتسيطره دونك واخر حاجه باش غادي نساليها يعني شتي الجمهوريين عمرهم يعني كانوا كيحترموك بزاف المهداوي ديرها في بالك ولكن راه بان لي بان مزيان اللي بينتي لينا هذا الوجه يعني هذا الوجه اللي كان مخبي من وراء ديك الصوره ديال ولا راه هو راه في المغرب ما يقدرش يدوي وكذلك سميتو احنا كجمهوريين بعدا راه النهار اللي خرجنا في 2011 من حركه 20 فبراير ديك الساعه ما كان لا الزفزاف الزفزافي راه ما بان حتى لهنا لهنا ما يعطيناش خاطرنا احنا كجمهوريين نمشيو لدار الزفزافي
ونستغلوا حتى المكان ديالو نديروا فيه فيديو مثلا ياك. وشكون اللي جالس تما؟ يعني مسكين الزفزافي راه مشى للحبس، وكنضد الدكاكين السياسيه. الساعه قول لي الدكاكين السياسيه داخله عليه طنباره تصور في الفيديوهات ولعبه فيها مناضله و الى اخره. المحامي، اجي هذا المحامي ديالك انت يا الحبيب حجي اللي هو الممول الرسمي ديال بديل الموقع بديل، وهو اللي يعني كيدافع عليك في القضايا وسلسلة. ممكن تشرح لينا هذه العلاقه الحميميه اللي ما بين الممول الرسمي ديالك وهذا العماري؟ ها شوف شوف البوسه كيفاش دايره، تشوف شوف التعليقه كيف قال لي لا لا بلاتي ما تبوسنيش قدامك. قلت له والله اجي والله تنبوسك والله تنبوس. هنا البوس يعني كون دار شي شيء هكا غيبوس في فمه. هادي راه تكتب لي صافي، ما نحتاجش نزيد معاك في مسائل اخرى سي. ونزيدك نبين لك واحد المساله اخرى اللي هي خريطه الطريق. مادام انت باغي البرلمانيه، حتى انا مادك البرلمانيه ما كتجيني في شي شكل، ما عندي حساسيه معاها. ونعتينا كاع بالمتطرفين، عرفتي دابا كون كنا مربين شي شويه الحياه وكنقول قال الله صافي كنقضي انطلاقاتك راه صافي، القاعده طردنا ماشي القاعدين اليساريين، القاعده طردنا ولا طردنا معمر هادشي اللي سميتها. واحد المساله اللي كنت باغي نقول باش غادي ننهيو هذا الحوار هذا، منين انت باغي يعني الملكيه البرلمانيه؟ ياك وانا غنعطيك خريطه الطريق ونوريك كيف منين خاصك تبدا. كتكتب لي ترى واقيلا مازال ما بادي، لان نتوما كاملين هاد صحاب الملكيه البرلمانيه. اول حاجه خصكم تطالبوا بها بعدا على الجمهور غيوريك ما دير، وهو اعاده صياغه الدستور. هو سير قول للملك، ياك حتى الملك ديالك باغي تجيبو عندك، قول ليه يعاود يصاوب ليك دستور اخر بحال ديال اسبانيا يكون فيها الملك يسود ولا يحكم. لان ما يمكنش ليك انت يعني دير ملكيه برلمانيه بهذا الدستور اللي كاين ديال 2011، هذا راه ما يمكنش. عاوتاني ولا تخرج لي شي تخرج عاوتاني تقول لي لا راه بهذاك غادي واقيلا نمحيوها شي ولا ما عرفت راه هادشي راه ولا كيف شي شكل عندكم انتوما. ايوا سير ولي وتخرجوا طالبوا، وانا اتحداك يا محب يا 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 المهداوي اتحداك ولي دير خرجات ولي تسميتو وتطالب باسقاط الدستور. انت باغي الملكيه البرلمانيه، ايوا خاصكم دستور ديمقراطي بحال ديال بريطانيا بحال ديال السويد بحال ديال اسبانيا باش تعيشوا في الملكيه البرلمانيه. وانبغوا نشوفوا هذا الملك واش غادي يقبلوا ليك. شكون كان غيقبلوه؟ غنقبلوه في 2011 ماشي 2017، وحنا ملازمنا ودير راسو ما كاين السيد ومخلي الفوضى العارمه خدامه، وهو ما قادش حتى يخرج يدير حوار صحفي. علاش؟ لان غادي يجيبوه في الضربه الاولى في الاسئله الاولى غادي يجيبوه. ومادام ان عاش الشعب وعاش الجمهوريه، علاش علاش كتقول ان عليك انت تعتيم اعلاني؟ انت عليك تعتيم اعلاني وكتذكرك تجيني في التلفزيون، انت عليك تعتيم اعلاني وممول كيمولوا لك في الموقع. وشنو نقولوا حنايا اللي حنا واقيلا عندك تخرج لينا انت تقول لينا الجزائر ولا تقول لينا بوليزاريو كيصيفط لينا ولا ما نعرف شنو نقولوا حنايا؟ حنا كنبانوا في شي شوف تي في ولا كنبانوا في شي بلاصه. ياك اللي جابوني في شوف تي في كانوا باغيين يضربوني، جيبي لي الفيديو ديالي ديال لبنى ابيضاء، ومن هنا احيي لبنى ابيضاء. شي لبنى ابيض والله الا خرجت فيها شويه ديال فيها الرجوله اللي ما فيكمش انتم على الاقل بعدا كتهضر على مواضيع اجتماعيه على بينما شنو 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 غتنوضوا تحاربوا؟ هي حاربتوا الفساد؟ حاربتوا شي حاجه؟ ما حتى حاجه ما تحاربت، باقا الفوضى هي الفوضى. بالعكس هما جايين من فيديوهات غادي نهضر فيها على الفساد وغادي نهضر على وغادي تشوفوا في عهد الاسلاميين باش ما يبقاش يضحكوا عليك الشعب المغربي صحاب الحياه قال الله قال الرسول. غادي تشوف ان في عهد الاسلاميين الفساد حطم ارقام قياسيه اللي ما كانش قبل 2011 و2010 كان، ولكن كان مقل. اما
ما غير الفتره اللي جاو فيها الاسلاميين للحكم، مع العلم العلم انهم ما كيحكموا والو، راه اللي كيحكم هو الملك دائما، فهمتيني؟ واللي كتقول لهم المهداوي الاختيار الديمقراطي على الصاهر على تطبيق اين اختيار؟ كاين شي اختيار ديمقراطي وكتجي النسبه عند الملك يقول لهم هذا بغيتو هذا ما بغيتوش؟ ها هذا هو الاختيار الديمقراطي. تحيه الاحرار المهداوي راه ساليت معك، فهمتيني؟ خلي دوك اللي كي اللي كتستحمر فيهم راه واحد النهار غادي يفهموا بشويه بشويه الفيلم. راك ما غاديش تحل المشكل، راك شنو بغيتي دابا؟ يعني وليتي دابا كدير لهم بومبيه رجال الاطفاء، باغي تمدد شي شويه عمر الملكيه، هذا ما غاديش يحل المشكل بتاتا، لان المشاكل غادي تبقى. الفساد هو برعايه الملك، ولو كان تنية عند الملك ان يحارب الفساد كون راه مستدعاو كاع هاد الشفاره. شحال من ملف جبدتي؟ شحال من ملف جبدتي تاني تاع المهداوي؟ ها تم الاستدعاء ديال شي حد فيهم من ديك هو رئيس المجلس الاعلى للقضاء، يكتب التليفون هو كيحرك كل شيء. تحركت شي حاجه تحاسب شي واحد؟ ها لا شيء. اذا انت دابا راك جيتي بغيتي جابوك يعني كورقه الياس العماري، ورقه ديال الياس العماري، اخر ورقه بقات لكم هي الياس العماري، تلعبوا بها حتى هي شي شويه، فهمتيني؟ واخا كتبقى دير عندك كتحرك تدوخ علينا حنا، لا انا راه عندي لقاء مع الياس العماري وغادي ندير ليه وغنفعل ليه ونترك ليه ولا ما نعرف شنو، وراه هي ورقه ديال البوليس راه جاني استدعاء راه انا غادي نمشي. شتي دوك الافلام كلها حنا رانا سيبوا لهذوك المستحمرين وبساكن هذوك الناس، ولكن راه الوقت ها انت الوقت غادي تبين بزاف ديال الحوايج. حنا سالينا معاك اخر فيديو غادي باقي لنا نجاوبك ولا نقول لك شي حاجه، فهمتيني؟ لان راه بان كلشي، واذا ظهرت المعنى لا فائده في التكرار. تحياتي الاحرار، غدا الخوت غادي نبداو نرجعو ملف ديال الفساد الحقيقي. وانا تحداك يا المهداوي، ها هو تحدي ارفع عليك قدام هاد الناس ياك. مع العلم انك راه كتمشي تجبد فيما كنذكرو حنا شي حاجه كتمشي انت من موراها يعني وكتبغي توظفها على راسك ياك. يلا دوي على داك الذهب، انا وريتك فين. يلا راه هو مناجم ديال الملك، كنت باغي الملك وبغيت تصلح الملك. دوي على السجون السريه، دوي على الحوت سبعه باقي كيتباع سبعه دراهم الكيلو، وانا كل مره غنجبد واحد الموضوع انا تحداك دوي. يلا نقولها للملك وحنا نشوفوا هذا الملك ديالك اشنو غادي يدير. بغينا كير تشرح لنا السي المهداوي هاد المعادله ديالك نتايا كيفاش دايره، فهمتيني؟ دابا هذا اللي جالس حداك في الدار ديال الزفزافي هو المحامي ديالك ياك، المحامي الحبيب حجي ياك، وهو الممول الرئيسي ديال الموقع بديل ديالك ياك، وهو رئيس الجمعيه الدفاع على حقوق الانسان، واحد من مؤسسه الشهيد ايت الجيد بن عيسى ياك، وهذا يعني هما دوك الجمعيات الحقوقيه اللي دايره الاصاله والمعاصره في المغرب اللي كيتراسها الياس العماري ياك، باش تستقطبوا دوك دوك اللي ما راك عارف ياك، وتمارسوا شي شويه ديال الابتزاز السياسي على عباد الله وضحكوا على عقول الناس ياك. وكيفاش هو جالس كيعنق ويبوس في, 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 في الياس العماري؟ ياك تقول الياس العماري فاسد واللي كيمولك انت هو صديق ديالو حميم، وشكون هو الياس العماري بعدا باش نفهموا مزيان وتزيد تكمل الصوره؟ هو الجوكر الاخر اللي باقي ديال المافيا ديال الاصاله والمعاصره، اللي شكون اللي اسسو؟ اللي اسسو فؤاد علي الهمه ياك ولا لا؟ ايوا نتوما وليدات المخزن وجايين تضحكوا علينا حنايا يعني الجمهوريين. باص عندك الوجه مازال تبان وتجبه تسلطع مازال تخرج ليهم. ايوا سير، راني داك النهار قلت لك سير تصالح مع راسك قبل ما تجي تهضر على الجمهوريين. تحياتي الأحرار.